لانه سبحان الله العظيم هاد لاسوسياسيون هادي 5 سنين ولا 6 سنين وهي موجوده، واليوم عاد بلي قاوموا انتخابات عاد ولات الاشكاليه ديالها. وبلاصه ما تجيو تقولوا هذا علاش دا وعلاش دا، هبط خدم. ازو الفلاون، السلام عليكم، رمضان كريم سعيد بالصحه وبالهنا ان شاء الله. انا خديت الكلمه اليوم باش نجاوب بعض يعني الاشخاص اللي عندهم اجنده سياسيه، اللي هما كيهاجموا واحد على واحد العدد ديال القضايا، هي هجمات اللي هي ديال فيك نيوز، واللي كيظهر لي بغيت نركز على واحد النقطه اساسيه، هي ديال واحد لا فونداسيون بريفي اللي كان عندي الشرف انني وقفت عليها، وقفت على التنميه ديالها مع واحد العدد ديال المساهمين والناس ديال الخير اللي بغاو يواكبوا هذا العمل هذا، واللي اليوم مع الاسف كنشوف بعض الخرجات اللي كتجي اما باش تشكك في النوايا، اما باش تبخس، اما باش تضرب في هذا المجهود الكبير اللي تعملته هذه المؤسسه اللي هي المؤسسه ديال جود للتنميه. وكنكونوا تخي ديسكري، ما عمري انا ما تكلمت يعني على العمل الجمعوي ديالنا ولا المسائل اللي كنقوموا بها في هذه القضيه ديال جود. ولكن اليوم مادام انه يعني كاين واحد الضرب اللي هو يعني غير معقول، فلابد انني نذكر ونقول للاخوان اياه فعلا. جود هي مؤسسة ديال التضامن، هي مؤسسة كتعمل كتجتهد في جميع المجالات، كتجتهد في جميع التراب المغربي، كتشتغل مع مئات ديال لي زاسوسياسيون، وهذوك لي زاسوسياسيون كيشتغلوا مع عشرات ديال لي زاسوسياسيون في التيران، وفي مئات ديال المشاريع اللي هي كاينة مزيانة واللي كتهم واحد العدد ديال الأنشطة، اللي كتهم أولا الولوش الى العالم القروي بحال لي بيست او الماء الصالح للشرب او يعني الطرق او بناء الاقسام او التعليم الاولي او هذوك يعني القاعات اللي كيكونوا فيها النساء باش يمكن يديروا لهم يعني الامكانيات باش يديروا الخياطه ويديروا التكوين ديالهم، وكذلك الصحه والتمريض والقافلات، كل هذا الشيء كتساهم في التمويل ديالو، كتساهم كذلك في التنشيط ديال الفن وديال الرياضه مع واحد العدد ديال لي زاسوسياسيون اللي كنشتغلوا منهم، بحيث تعملت وين ارت اللي هي واحد المشروع اللي هو كبير للشباب واللي غادي يتعمم على جميع يعني المناطق ديال المغرب. اذا الحمد لله نشاطات يعني اجتماعيه اللي هي جد مهمه ونفتخر بها وزيد الامام، ونشتغل مع الجميع وما كنخدموش يعني هاد لا فونداسيون ما كتخدمش ديريكت، هي رافعه كتخدم مع واحد العدد ديال لي زاسوسياسيون اللي موجودين داخل البلاد واللي هما يمكن لينا نحسبوهم بالمئات. فانا كنتعجب وكنقول الاخوان، وهادشي هي واحد اليامات قلتو في الحقيقه، هذه حقيقه اليوم اللي واضحه، كاين اللي كيزرع الكلام وكاين اللي كيزرع العمل، وهاد الناس دابا بلاص ما يجيو ويحاولوا يديروا يعني باش هذا العمل ما يزيدش القدام، لانه سبحان الله العظيم هاد لاسوسياسيون هذه 5 سنين ولا 6 سنين وهي موجوده، واليوم عاد بلي قاوموا انتخابات عاد ولات الاشكاليه ديالها. دونك ما بغاوش خليوا الناس تزيد. انا اللي كنقول لهم هذا ماشي واحد المجال اللي فيه المنافسه، هذا المجال الاجتماعي، هذا في مجال تكميلي، خاص اللي بغى يجي ينشط ينشط. وبلاصه ما تجيو تقولوا هذا علاش دا وعلاش دا، هبط خدم، وانت عندك الاسم ديالك وعندك السميه ديالك، سير قلب على الناس ولاقيهم مع الضعفاء مع المواطنين باش يعطيهم وباش يزيدوهم وباش يعاونوهم، هذا هو الدور ديالك. بلاصه ما تجي تقول لنا احنا ما نديروش، نوض سيدي تخدم وبين حتى انت الحنه ديال يديك، لان المواطنين هما في حاجه لهذه الخدمه ومحتاجين باش تكون نصنطوا لهم ونحلوا لهم المشاكل ديالهم على قدر الاستطاعه. احنا ما كنحلوش المشاكل كلهم، داك الشيء اللي عندنا وقدرنا عليها كنديروه كل سنه، وشكرا لكم.